الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المتواصلة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، أتمنى أن الله، أسأل الله أن يكون قد غفر ذنوبكم إخوتي المشاهدين الكرام في هذه الأيام المباركة، وأتمنى أن تكونوا قد نلتم رضا الله عز وجل في هذا الشهر الكريم أعاده الله علينا وعليكم باليمن والمسرات والأفراح وتعجيل ظهور إمامنا المهدي عليه السلام. ميكروفون مصر، وصل صوتك، احنا عاوزين نوصل صوتك يا أخوانا، ونوصل صوت المتشيعين والشيعة في كل مكان في العالم للإخوة المصريين، وأي فرد مصري عايز يتداخل أو يتكلم أو يسأل عن الشيعة وموضوع الشيعة بإمكانه الاتصال بنا على أرقام الهواتف الموجودة أسفل الشاشة، أو بإمكانه التواصل معنا من خلال خدمة الفايبر والإيمو، وكمان من خلال خدمة الواتساب من خلال إرسال فيديو لا يتجاوز الدقيقتين والمشاركة في البرنامج ده. أخواتنا المشاهدين الكرام، احنا عاوزين نكلمكم اليوم عن موضوع الشيعة في مصر، بالضبط موضوع الشيعة في مصر والأزمات المفتعلة عن الشيعة في مصر. ممكن كل الأخوة اللي يشاهدونا دلوقتي ويشوفوني عرفوا عن موضوع الأذان الشيعي في فيديو انتشر من خلال خدمة الواتساب، وهو فيديو مركب لأذان أحد المؤذنين المصريين الذي قدم إلى العراق، إلى النجف الأشرف، إلى مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وأذن بالأذان الإسلامي. أنتوا أذانكم أذان بدعي، يعني أقولها لكم بصراحة، يعني أذان بدعي ومش أذان الذي أوصى به الرسول محمد صلى الله عليه وآله. في اتحذفت أمور وتوضعت أمور وقالوا أمور وحاجات وكده، وعملوا أذان على مزاجهم كده، زي اليهود ما هو كانوا يقتلوا الأنبياء مش عشان هم كانوا مش على مزاجهم. فكمان أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة النبي محمد صلى الله عليه وآله عشان مش على مزاجهم، وغيروا الأذان وغيروا الصلاة وغيروا الصوم وغيروا كل حاجة في عبادتهم. فأي حاجة تعملوها دلوقتي هي حاجة يعني كده، يعني تعملها ولا ما تعملهاش سواسية، عشان مش مبنية على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني أضرب لكم مثالا بسيطا، مثلا أنت تكون صباغ تصبيغ الدور، طيب انت لو عندك شغيل كده تقول له روح عنوان شارع مش عارف شارع الورود البيت رقم 10، تصبغ البيت هناك، فاهم ولا لا؟ فيقول لك ايوه يا معلم انا رايح، فيروح العامل بتاعك يروح شارع الزبالة ويصبغ بيت هناك. هتقول له ايه؟ هتعمل، يقول لك يلا طيب هات الاجر وانا عاوز، ويجي لك واحد يقول لك تجيتش البيت بتاعي، ما صبغتش البيت بتاعي، والتاني يشتكي عليك ويقول لك انا ده اللون مش عاجبني، الشغيل بتاعك دخل عندي عندك ازاي، عندي في بيت ازاي، وصبغ البيت ده ازاي باللون اللي هو مش عاجبني، هتبقى مشكلة. وبعدين يجي لك العامل يقول لك انا عاوز اجر على الشغل بتاعي، انت لو كنت شريف مش هترفضه، بس هتقول له يا حمار انت هديك اجر على ايه، تعملت ايه؟ فده مثال بسيط، والامثله يعني زي ما بيقولوا اخس التعريف.
فانتوا دلوقتي يا اخوانا انتوا تعملوا حاجات بطلة، فلما تروحوا يوم القيامة تقابلوا ربنا بالأعمال البطلة التي لم يأمر بها الله عز وجل، فلا تطلبوا من الله عز وجل أجرا على ما عملتموه وعلى ما فعلتوه من صلاة وصوم وحج وكل حاجة وصدقة وأعمال خير وبر، وفي النهاية تقول يا رب أنا عاوز منك أجر، يقول لك أنت عملت الكلام ده على إيه يعني؟ هل على الإسلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي؟ تقول له لا، كما صلى عمر وأبو بكر، ما هو الصحابة دول الهلم اللي ما فيش أحسن منهم، هم اللي علموني كده وقالوا لي، فأنا اتبعت كلام أبو بكر وعمر ما اتبعتش كلام رسول الله. يقول لك طيب خليك في خانة أبو بكر وعمر وحتروح معاهم إن شاء الله. دلوقتي احنا عندنا أزمة مفتعلة بسبب هشاشة الفكر البكري وكونه دين زي ما أقول لك يعني ضعيف ويخاف وعنده مشكلة، مشكلة نفسية، مشكلة في العقل بتاعه، فيخافوا من أي حاجة فيها شيعة فيها تشيع. وصل فيديو وانتشر من خلال خدمة الواتس أب فيديو، أنا لما وصل للفيديو ده أنا ما شفتوش، مسحت على طول. الأذان الشيعي من مسجد الإمام الحسين في مصر، فأنا ما سمعتوش بصراحة، بعدين عرفت أنه الصوت مركب على مسجد الإمام الحسين عليه السلام، على الفيديو للمسجد الإمام الحسين، فتخيل الناس أنه الأذان هناك مع أنه ما كانش هناك. فافتعلت أزمة وكادت تكون حرب، يعني حيحاربوا خلاص، وحتكون الحرب النووية والانفجارات والفتنة قامت والكارثة حتقوم، والبرلمان المصري ساب المصايب دي كلها الموجودة في البلد، من مصايب اقتصادية على مصايب سياسية على مصايب خارجية، ساب البحث كله في الموضوع ده، تكلم في الموضوع ده. يعني تخيلوا زلزلكم دولة كاملة فيديو من خلال خدمة الواتساب. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ فهموني يا عالم. انا نفسي واحد يتصل ويقول لي ايه الفتنة في الموضوع ده؟ اذان شيعي. طيب هو صحيح ولا غلط؟ طيب لو تم الاذان في مثلا مسجد الازهر بالاذان الشيعي هيقرا ايه؟ هيقرا ايه بالظبط؟ فتنة فتنة. طيب حرب؟ ازاي يعني؟ مين هيحارب مين؟ مين هيقتل مين؟ الفتنه والتدخل ايراني واندساس شيعي ومؤامره، ومؤامره مين يا عمي؟ هو هيجرى ايه؟ هو هتتسرق البلد اكتر ما هي مسروقه؟ الاثار هتتسرق ولا هيتم تهريب الاكسجين من مصر الى جمهوريه الصين الشعبيه؟ فهموني بالظبط هي الفتنه ايه؟ انا نفسي واحد منكم انتوا يا اخواننا يتصل ويقول لي فتنه الاذان الشيعي هي ايه؟ الفتنه منكم انتوا يا مجرمين. اه والله العظيم، والله ما فيش ناس فتنويين ومجرمين وقتالين قتلة غيركم انتوا. زي ما بقرا دلوقتي فتنه الشيعه. دلوقتي انا قريت الخبر ده، محكمة مصرية تقضي بالسجن المشدد لمتهم بقضية فتنة الشيعة في مصر. فتنة الشيعة مين؟ القضية اللي جريت مع الشيخ حسن شحاتة الله يرحمه الشهيد، لما جو الهلوم أتباع أبو بكر وعمر وعائشة وقتلوه في 15 من شعبان قبل 5 أو 6 سنين من دلوقتي. طيب فتنة الشيعة ازاي؟ دول انتوا اللي تسموا نفسكم أهل السنة، أنتوا أهل البدعة مش سنة، قتلتوا ناس شيعة. فتنة الشيعة إزاي يعني؟ هم قتلوكم ولا أنتوا اللي قتلتموهم؟ إحنا اللي قتلنا. طيب أنتوا لما قتلتوا الشيعة دول فتنة مين يا أخوانا؟ فتنة مين؟ مين اللي افتعل فتنة، أنتوا ولا شيوخكم؟ بدل ما تكتبوا فتنة الشيعة اكتبوا فتنة السلفيين، فتنة أتباع عائشة وحفصة، فتنة أتباع اللي تربى في دار الدعارة أبو بكر، فتنة عمر بن زين المحارم. اكتبوها كده بصراحة، يعني اكتبوا فتنتنا احنا المجرمين على الشيعة، ما تقولوش فتنة الشيعة، لا فتنتكم انتوا، زي ما تقول فتنة الحسين عليه السلام. الله يلعنكم، والله الله يلعنكم. الحسين عمل فتنة؟ ما هو اتقتل، ما هو اتذبح. لا بعدين جرت أحداث يا عمي، هو قال أنا ما خرجت إلا للإصلاح في أمة جدي،
ويزيد كان شاربا للخمور ولاعبا بالقرود وزانيا العمات والخالات، وكان ابن 60 كلب هو وابوه وجده وجدته هند أكلة الاكباد، ناس منافقين. لا، هو عشان سار على الشرعيه ونحن مع الاقوى ونحن مع من غلب ومش عارف مين. ايه ده؟ الحسين عليه السلام سبط رسول الله، ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله، عمل فتنة. ها، ويزيد شارب الخمور، ابن معاوية زل أستاه، يعني صاحب المؤخرات، مش مؤخرة واحدة عنده بس، ممكن تكون المؤخرة بتاعته طبقات، مش عارف شكلها ازاي، زي مؤخرة مرات عثمان مش عارف، بس النبي سماه كده. كان يأكل ويقول ارفع الطعام عني فقد كلت أسناني وما شبعت، أو ملت أسناني وما شبعت. كان يأكل ويأكل 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 معاوية أبو يزيد لحد ما يقول لك مليت، مليت من كتر أعمل كده وأكل وأسناني تعبن وأنا ما شبعتش. وعنده كرش قد كده يتدلى على ركبتيه وزل أستاه، يعني صاحب المؤخرات، مش مؤخرة واحدة عنده بس. طيب انتوا بتقولوا فتنة الشيعة، فتنة الشيعة، انا لما بقرب الجورنان وعن النت والاخبار يعني هي كارثة، يعني هتكون انفجار عظيم نووي، وسابوا المواضيع كلها، المواضيع اللي موجودة في مصر والأزمة الاقتصادية للناس اللي مش لاقية تاكل، ونصلح أعمالهم إزاي، والشباب اللي دلوقتي الذين كلهم بسبب الفقر والمجاعة ومش لاقي ياكل، عشان كده مش لاقي يتجوز، وقضي وقته بالتحرش والزنا والبنات اللي راحوا بسبب موضوع عدم إمكانية الشباب للجواز. سابوا المواضيع المهمة الاقتصادية اللي دلوقتي، سابوا الجزر اللي باعوها بقرشين ونص بحبتين رز لما يسمى بالسعودية، سابوا الكلام ده كله ويتكلموا في يعني فيديو واتساب بتوصل للناس انه في اذان شيعي بسيدنا الحسين. يعني دي الازمة الكارثية اللي هتودي مصر في 60 داهية. بهايم والله العظيم، والله العظيم من قال، انا شفت مذيعين على مستوى يتكلموا ايه ده وايه الازمه دي وايه مش عارف ايه ده، هو ايه فيديو واتساب؟ يخيبتكم والله العظيم، خيبه والله، خيبه والله، خيبه خيبه وخيبه بهايم. نقول عنكم ايه يا اخوانا؟ بسبب اذان وصل لكم من خلال واتساب، وكمان مركبين صورة على الصوت، وانتوا عملتوا المشكلة دي وخفتوا. طيب لو الشيعة جوا عندكم مصر حتى هيكون ايه؟ هتموتوا من الرعب والله العظيم، هتموتوا من الرعب، ومصر هتتشيع. وحد دلوقتي اكتر من 5 مليون متشيع مصري موجود في مصر، ورغم الازمات والمشاكل اللي تعملوها المصريين هيتشيعوا، عشان شافوا الحق. مصر شيعية وحتفضل شيعية وحتموت شيعية إلى يوم القيامة. مصر مصر هي آل البيت، فيها سيدنا ملك الأشتر يسموه سيدنا العجمي، ومحمد بن أبي بكر رحم الله محمد ولعن الله أبي بكر، من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وفيها الست زينب، مقام سيدنا الحسين عليه السلام، ومقام الست نفيسة، وفيها مقامات لآل بيت النبي، وكانت شيعية وستفضل شيعية إلى يوم القيامة. طيب انتوا، أنا عاوز أفهم حاجة. طيب دلوقتي في كربلاء مثلا، أو في النجف، أو مثلا في قم مثلا الإيرانية، يعني في وسط مدينة كربلاء هناك مسجد لمن يسمون أنفسهم بأهل السنة، أهل البدعة، موجود في والأذان بتاعهم، محدش اعترض ولا واحد قال دي أزمة؟ كمان في مساجد ليكوا أنتوا كمان في إيران، في مناطق الأكترية فيها من الشيعة، ولا في ما كمان في الدول ما يسمى بالسعودية المنطقة الشرقية في مساجدكم موجودة؟ لا، والمشكلة مثلا في العراق دلوقتي من 1920 لحد قبل سقوط صدام، لحد دلوقتي لا، المنهج التربية الإسلامية، في منهج التربية الإسلامية هات على الدين بتاعكم البدعي،
ما حدش ولا شيء قال لا دول بيأثروا بأولادنا ممكن يتسننوا على أولادكم أنتوا، ممكن يقولوا يكونوا من أهل البدعة ومن أتباع، ما حدش لا خاف ولا قال حاجة. وأنا كنت بدرسها وأسمعها وأقراها وأمتحن فيها وأنجح، المشكلة وأنجح والله العظيم، ولا قلت حاجة ولا اتخضيت ولا جرالي حاجة ولا قلت لا أنا حد ممكن هبقى زي ما تقولوا سني بكري عمري، ما خفتش. طيب انتوا خفتوا من ايه بالظبط؟ انا مش فاهم. اسمعوا الاخبار بتقول ايه. قريت الخبر ده في اليوم السابع، يقول لك الخبر الشيع يروجون لواقعة رفع إمام مصري الأذان الشيعي بالعراق ونقابة القراء قديمة. روجت قيادات، المشكلة هي وفيديو على الواتساب، قيادات ازاي؟ مش فاهم. دين كله كذب بكذب يعني. روجت قيادات شيعية واقعة قديمة لمؤذن مصري رفع الأذان الشيعي في العراق على أساس إنها حدث جديد، فيما انتقدت نقابة القراء تصرفات الشيعة مؤكدين أنهم يستهدفون بس الفتنة داخل المجتمع المصري. يا عم فيديو فتنة مين يا أخوانا؟ اولا روجت قيادات، القيادات دي مين؟ قيادات مين يعني؟ في قيادي مثلا شيعي من خلال الواتس اب ينشر فيديو وانت ترتعب كده؟ قيادي عنده وقت ينشر فيديو على الواتس اب؟ ده قيادي ايه؟ والله دول قيادياتكم انتوا بس اللي بس. ممكن يكون السيسي قاعد كده على الواتس اب وينشر، انشر اعمل شير للفيديو ده وهتجيك بشاره ان شاء الله زي ما توصل لي كل يوم الرسائل دي، او ابعت الرساله دي. هو السيسي ممكن كان يعمل كده، ولا محمد بن سلمان، مش عارف انا بالظبط يعني مين القيادات اللي تعمل الحركات دي. يا عم ما تتخيلوش القيادات شيعيه فاضيه زي القيادات بتاعتكم، لا هي بالاكل وبالشرب وبالرقص وبالمش عارف مين. طيب ويحتوي الفيديو، الله اكبر، دلوقتي الفيديو اللي يحتوي على الفتنه ايه ده؟ الذي حاولت ترويجه على اعلى مستوى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات متلفزه لقيادات بنقابه القراء يتحدثون فيها عن رفع القارئ الراحل فرج الله الشاذلي اذان الشيعة في العراق وتقديمه اعتذارا لفضيله الامام احمد الطيب شيخ الازهر. وقال المتحدث الرسمي لنقابه القراء محمد السعاتي إن هذا الحدث قديما وقد تناولته وسائل الإعلام المصري بكل أنواعها، مؤكدا أن الشيعة يريدون بس الفتنة وإثارة الجدل داخل المجتمع المصري. أنا مؤكدا أن الشيعة كلهم يريدون إيه؟ بس الفتنة. ده يعني احنا دلوقتي عاوزين من خلال اذان دلوقتي. انا اقول لك على حاجه، انا وصل لي قبل يومين فيديو كده لواحد يصلي التراويح، فلما صلى التراويح ركع فعمل كده هو وراكع عامل كده، وواحد نزل راسه كده وانا ضحكت وصل لي الفيديو ده. شوف هذا حكي يا عم، ده يصلي المراجيح دي هو مجنون وابنه ممكن فاد، واحد شاب واقف جنبه كده وهو ركع فنزل راسه كده، ضحكت. لا قلت لا بس فتنة ولا قلت ايه، ولا كل يوم نسمع الاذان بتاعك ونسمع العك بتاعك، ولا قلنا دي فتنة واحذروا الفتنة، بس عشان انتوا عارفين انتوا على غلط تخافوا. بص اقول لك على حاجة، انت لو شفت الحرامي تقول له انت جبت الحاجة دي منين؟ يقول لك انا دي بتاعتي وبتاعت ابويا، اوعى تتكلم كده. ايه ده يا اخونا، انا سالتك سؤال بسيط، انا انت جبت الحاجه دي منين؟ انت اتعصبت كده؟ لا انا عشان عارف في ناس هيقولوا ان انت سارق ومش عارف. فهمت، لا شكرا، هتفهم انه ده سارق، وانا من طبيعه تجربتي عارف عشان انتوا حراميه الدين يعني، ودينكم باطل، عشان كده اقمتم الدنيا ولم تقعدوها بسبب وصول فيديو من خلال الواتساب. دين جنان والله العظيم، والله العظيم دينكو دين جنان بمعنى الكلمة. بتخافوا من فيديو؟
امال لو طلعوا الشيعه كلهم وتكلموا وشيعوا الناس، كل فرد شيعي دلوقتي، انا اقل فرد شيعي اتعرفت عليه قال لي انا شيعت 10، شاب بسيط عمره 16 سنه، ده قبل 4 سنين، دلوقتي عمره 20 سنه. قال لي انا شيعت 10 لحد دلوقتي، ده قبل 4 سنين، قبل 4 سنين. قلت له ابوك شيع كام؟ قال لي اوه مش عارف. مره اتعرفت على فرد شيعي، قلت له انت شيعت كام فرد دلوقتي لحد؟ قال لي والله العظيم انا مش عارف. قلت له يعني كام؟ 10؟ قال لا يا عم 10 ايه؟ قلت له يعني 20؟ قال له لا اكتر. قلت له 300؟ قال لي لا ممكن 300 بس اكتر من 300 انا متاكد. شيعتهم لوحدك؟ اه شيعتهم لوحدي، كل مره انا معلم واتكلم وكده وكده وشيعتهم الحمد لله. انتوا لو تسيبوا الناس بحالها والله العظيم مش هيجرى حاجه، الفتنه سبب فتنه هو انتوا مش احنا، والله العظيم نحن ناس مسالمين وانتم ناس ارهابيين. اللي بسينا موجودين شيعه كلموني، والاخوان شيعه يا اخواننا، يا انت وهو اللي تشوفني دلوقتي، هل الاخوان شيعه؟ هل داعش شيعه؟ ولا القاعده شيعه؟ ولا طالبان شيعه؟ ولا يا عم ما فيش شيعي ارهابي دلوقتي موجود، ما عندناش فرد شيعي يقوم بتفجير مؤخرته مثلا في مسجد زي ما عملتوا انتوا في مساجد الشيعه، وتقولوا ده جه ردا على ما يقوم فيه به الحج الشعبي. هو الحج الشعبي عمل ايه؟ ناس شيعه يدافعوا عن انفسهم. اللي يقتلون مين؟ من البكريه انتوا. داعش، داعش منين؟ شيعه؟ لا مش شيعه. طيب يجيبوا مين؟ يجيبوا الناس من الصين يدافعوا عنهم؟ ما هو انتوا متعاطفين مع داعش وبتحبوا داعش وتموتوا داعش، مش هيجيبوا فرد منكم انتوا ويقاتل مع الشيعه او يقاتل داعش وهو بقلبه يحب داعش؟ ده هيرتد عليكم وهيسلم نفسه، زي ما عملوها، زي ما عملوا افراد في الجيش العراقي من اتباع ابو بكر وعائشه من السنه البكريه العمريه، ذهبوا الى داعش وسلموا، وكانوا طابور خامس في الجيش العراقي. بالحج الشعبي هيجيبوا ناس من الصين ولا ايه؟ ما هو تلت ارباع العراق شيعه، يعني هيعملوا ايه؟ يجيبوا مين؟ يجيبوا ناس من الصين ولا ايه؟ فهموني بالظبط. هيجيبوا ناس من العراق ويقاتلوا ويحاربوا مين؟ الارهابي اللي هو من اتباع السنه العمريه البكريه، ويقتلوه. ما هو ارهابي، ما هي امريكا دلوقتي تقتل في الارهابيين، ما حدش يقول لا قتلت السنه ومش عارف مين، لا تقتل الناس ارهابيين. طيب سيبك الموضوع ده، نكمل الخبر. وسرد الساعتي في تصريحات لليوم السابع حقيقة الواقعة. ايه ده؟ قائلا كان الشيخ الدكتور فرج الله الشاذلي قد قام برفع الأذان الشيعي في العراق منذ حوالي 10 أعوام، وعندما تم إذاعة الفيديو وانتشر الرجل ظهر بكل شجاعة وقدم اعتذارا لجميع المسلمين ولفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وانتهى الأمر وقتها مضيفا لقد رحل الدكتور فرج الله الشاذلي عن عالمنا العام الماضي في مثل هذه الأيام من شهر رمضان، وتابع نقابة القراء بقيادة الشيخ محمود الطبلاوي يستنكرون بشدة ما يفعل الشيعة من محاولة نشر واقعة رفع الأذان الشيعي على أساس إنها جديدة، معتبرا ذلك عملا إجرامي. الله أكبر. مضيفا ما حدث صفحة طويت والأزهر كان قد قبل اعتذار الدكتور فرج الله الشاذلي الذي رحل عن عالمنا في شهر رمضان الماضي. رفع الأذان عمل إجرامي. أذان واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن عليا ولي الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، عمل إجرامي. طيب والقتل اللي يعملوه ده في سينا أنا مش فاهم والله العظيم. أنا التصريحات بتاعتكم تجيبوها منين يا أخوانا؟ القتل اللي يجرى في سينا دلوقتي واللي يجرى كل يوم
لا الجيش قادر عليهم ولا امريكا ولا الطيران، واستعانوا بقوات مش عارف من ما يسمى باسرائيل، والدنيا كلها ها ما قلتوش ده عمل اجرامي ولا، عشان انتوا ارهابيين والله العظيم، عشان انتوا معاهم مع داعش. كل واحد لم ينتقد داعش في فعلته وانتقد الشيعة في موضوع الاذان الشيعي انا اعتبره مجرم، مجرم والله العظيم، يحجر على الحريات ويجب اعتقاله عشان ضد الحرية. من اللي صرح؟ محمد الطبلاوي. يا محمود يا طبلاوي يا مجرم انت، يا مجرم، اقولها في وشك، وصلوا له الرسالة دي بتاعتي لمحمد محمود الطبلاوي ده، انت مجرم لأنك تحجر على الحريات ولا تعرف معنى الحرية ولا شمها. وحشوف فيك يوم يا محمد يا محمود طبلاوي، لو مش في الدنيا دي في يوم القيامة إن شاء الله حشوفك أنت، حشوفك وأقول لي ربي يا رب يا رب، بص الراجل ده منع الحريات وحجر على الحريات وحارب الإسلام، وحتروح مع في خانة أبو بكر وعمر في أسفل السافلين من نار جهنم إن شاء الله، أسفل السافلين. نسمع الخبر التالي يقول إيه. لا المشكلة هي الأوقاف، إيه عملت إيه الأوقاف؟ توضيح، نرى الخبر. الأوقاف توضح حقيقة رفع الأذان الشيعي بمسجد الحسين عليه السلام. أصدر الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف بيانا كذب فيه ما نشر مؤخرا عبر بعض وسائل الاتصال الإلكتروني، متضمنا صورة لمسجد والأذان بطريقة الشيعة بصوت المؤذن المصري فرج الله الشاذلي رحمه الله. وأكد البيان لم تكن هذه الواقعة على أرض الكنانة ولا في مساجدها مطلقا، ولكن الواقعة ترجع إلى عام 2014 عندما سافر الشيخ فرج الله الشاذلي إلى دولة إيران، هو مش لإيران، للعراق، وهو قارئ ليس موظف بالأوقاف، كان موظف وكان كل حاجة ولا من العاملين بها. وعندما حدثت هذه الواقعة وانتشرت في عام 2014 عبر وسائل الاتصال الشبكي تم التحقيق مع المذكور، الله أكبر، في حينها عن طريق نقابة القراء، وتم وقفه من التلفزيون ومن القراءة في المناسبات الدينية التابعة لوزارة الأوقاف، كما تم منعه من القراءة في مسجد إبراهيم الدسوقي حتى توفي إلى رحمة الله في عام 2017، قبل سنة من كده، في مستشفى مش الجلاء العسكري، ودفن في قريته. وتابع البيان بناء عليه تعلن وزارة الأوقاف المصرية أنه لا صحة على الإطلاق لما نسب من أن الأذان انطلق من مسجد الإمام الحسين عليه السلام بالقاهرة، علما بأن الصورة المتداولة في الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي ليست صورة مسجد الإمام الحسين، صورة هي مش من مسجد الإمام الحسين، وخايفين منها ومرعوبين، ووزارة الأوقاف نفسها تتكلم عن فيديو انتشر من خلال خدمة الواتساب. يد الفضايح، يد الخيبة. أقول عنكم إيه يا أخوانا، والله العظيم أنا مش فاهم أنتوا، يعني في بعض الأحيان أنا مش فاهم أنتوا مرعوبين بالرعب. يعني واحد ينشر فيديو على الواتس أب كارثة. طيب هو، طيب لو ألف فرد أشهد أن علي ولي الله هيجرى إيه؟ فرد يقول أشهد أن علي ولي الله، هو علي مش ولي من أولياء الله ولا عدو من أعداء الله والعياذ بالله؟ علي عليه السلام مش ولي من أولياء الله؟ أشهد أن علي ولي الله، هيجرى إيه يعني بالضبط؟ أنا مش فاهم. يعني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن علي ولي الله، جرى حاجة دلوقتي هنا في بريطانيا ولا في العراق ولا في يرفعوا الأذان الشيعي؟ ما جراش لفتنة ولا مصيبة ولا مدسوسين ولا أي مؤامرة ولا، والأذان كمان بتاعكم يترفع في بغداد دلوقتي ومحدش يقول حاجة، الناس عم تسمع وكده ملناش دعوة. هيجرى ايه بالظبط؟ انا مش فاهم والله العظيم. والاذان الشيعي ده موجود يعني من زمن رسول الله صلى الله عليه واله، ده هو الاذان الاسلامي الحقيقي والله العظيم،
لا ذنب بتاعك ولا ذنب، يعني هل قال رسول الله صلى الله عليه واله الصلاه خير من النوم؟ لا. جبتوها دي منين؟ خليتوها في الاذان. عمر بن الخطاب شاف واحد يقول الصلاه خير من النوم فانتم اضفتوها للاذان وعملتوها عباده. ما اقول لك على حاجه، الاذان بتاعكم عارفين ايه؟ هو اذان زباله. زباله عشان انتوا ناس زباله. الاذان بتاعكم تقولوا ايه في رواياتكم؟ تقول انه الاذان بتاعكم. فالرسول الله صلى الله عليه واله قال نأذن ازاي؟ نعمل ايه؟ كيف ندعو الناس للصلاه؟ فعشان هو النبي صلى الله عليه واله عندكم انتوا انسان جهل مش عارف ولا حاجه والعياذ بالله وحشا للرسول الله صلى الله عليه واله. ناس مجانين والله العظيم تتهم رسول الله صلى الله عليه واله بكل الاباطيل، والله مجانين. فكل واحد قال حاجه، واحد قال ما نجيب ناقوس زي النصارى ونضرب الناقوس وندعو الناس الى الصلاه. واحد قال لا نجيب طبل ورقصين كده ويرقصوا كده ويلا يلا على السلام ومش عارف. واحد قال كل واحد، واحد قال لا نطرق بيوت المهاجرين والانصار، كل واحد يقول يلا ما تقوم للصلاه. كل واحد قال حاجه كده. في واحد قال يا رسول الله انا شفت حلم. قال له شفت ايه؟ قال له واحد قال لي تؤذنوا الصلاه كده اشهد ان الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله وصيغه الاذان ذكرها له. فقال اه طيب يعني طيب الوحي يجي الراجل ده ما يجيش للرسول الله صلى الله عليه واله يعلمه؟ ايه ده؟ ايه الجنان ده؟ عشان دينكم زباله 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 بتقولوا بالكلام ده. ده اتهام لرسول الله صلى الله عليه واله. دول انتوا مش عندكم خاتم الانبياء النبي محمد صلى الله عليه واله وبس، عندكم اكتر من نبي دلوقتي. الراجل ده يعتبر عندكم نبي عشان اوحي اليه كيفيه الاذان. ما تصدقوش راجعوا الكتب واسالوا المشايخ بتاعتكم. بينما نحن المسلمين نقول رسول الله صلى الله عليه واله علم المسلمين كيفيه الاذان بهذه الطريقه من جبريل من الله عز وجل. مش فرد قالوا يا انا شفت بالحلم كده، دين الاحلام. لا لو شوفوا كميه الاحلام موجوده في دينكم هتستغربوا. اسمع الروايه. الروايه بتقول الاذان بانه اشهد طبعا حي على خير العمل، دي منتهين منها، حذفها عمر الله يلعنه بمزاجه كده. قال له تحذف حي على خير العمل، موجوده كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه واله وزمن ابو بكر وشطر من زمن عمر. عمر عشان كان هو متخيل نفسه نبي، عشان انتوا بتقولوا لو كان نبيا بعدي لكان عمر بن الخطاب، هو كان يتخيل نفسه نبي فكان يشرع زي ما هو عاوز، يحذف من الاذان ويضيف للصلاه ويحلل ويحرم، يحلل حلال يحلل حرام رسول الله صلى الله عليه واله، يحلل حرام الله ورسوله صلى الله عليه واله ويحرم حلال الله حلال الله ورسوله. اسمعوا الحاجات اللي عملها عمر، حي على خير العمل حذفها عمر من الاذان. ليه؟ عشان قال انا بشوف انه خير العمل مش الصلاه. امال ايه يا عمر؟ قال لا الجهاد، عشان الجهاد خير العمل، فانا عشان الناس لا تتساقل عن الجهاد هنحذف حي على خير العمل من الصلاه، كده مزاجي انا وهنعمل. مع انه ابنه عبد الله بن عمر كان لا يرضى بهذا الفعل. والروايات بتقول ان الصحابه بعضهم يقول لا حي على خير عمل من ضمن الاذان والاقامه. بس عشان انتوا دينكم دين عمري مش دين محمدي، تبعت عمر بن الخطاب وسبتوا رسول الله صلى الله عليه واله. ربنا يحشركم مع عمر ان شاء الله. اشوف فيكم يوم ان شاء الله في يوم القيامه يا كل اتباع عمر ويسمعوني دلوقتي ومصرين على اتباع عمر. اسمعوا. ده في كتاب السلافه في امر الخلافه. المؤلف بتاعه في القرن السابع يقول دخل رجل على رسول الله، طبعا المؤلف الكتاب اسمه عبد الله المراغي المصري او ممكن يكون حد تاني انا مش متيقن، بس لا بانه في السلافي امر الخلافه انا متيقن منه. فدخل رجل على رسول الله صلى الله عليه واله فقال يا رسول الله إني سمعت أمرا لم أسمع قبله ذلك. فقال صلى الله عليه وآله ما هو؟ قال سلمان قد يشهد في أذانه بعد الشهادة بالرسالة الشهادة بالولاية لعلي عليه السلام. قال صلى الله عليه وآله وسلم سمعت خيرا. تسمعت حاجة كويسة، ما جراش حاجة. وكمان الشيخ عبد الله المراغي المصري يقول ان سلمان الفارسي
رضوان الله تعالى عليه ذكر في الأذان والإقامة والشهادة بالولاية لعلي بعد الشهادة بالرسالة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، سمعت أمرا لم أسمع به قبل هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما هو؟ قال: سلمان شهد في أذانه بعد الشهادة بالرسالة بالشهادة بالولاية لعلي. فقال: سمعتم خيرا. أنت ما سمعتش حاجة وحشة، حاجة كويسة، سمعتم خيرا، ما جراش أي حاجة. أنا عندي سؤال دلوقتي نفسي أوجهه ليكو، يعني أشهد أن علي ولي الله هي فيها إيه يعني بالظبط؟ ما هو رسول الله صلى الله عليه وآله أنتوا تروي وإحنا نروي أنه قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. طيب في الرواية دي يعني تثبت أن علي ولي الله، هيجرى إيه لو قلنا أشهد أن علي ولي الله؟ هيجرى إيه لو الشيعة في مصر أكثر من 5 مليون شيعي دلوقتي عملوا مسجد ورفعوا الأذان فيه، هيجرى إيه؟ هتعملوا فيهم إيه؟ والله هتقطعوهم عشان مجرمين، فتنة وهتبقى فتنة وهيكون قتل. ليه؟ عشان إحنا هتتجرح مشاعرنا فنقتلهم. إيه المشاعر دي؟ إيه مشاعر بنت الكلب دي؟ الله يلعنكم على مشاعركم، ما طز بيكم طز مشاعركم. يا عم المشاعر أرك اكتمها ببطنك وكل بطيخة صيفي فوقها وروح افطس ونام. مشاعري المرهفة هتتأذى. أه يا مشاعري، أه يا مشاعري. فأنت لما تقول أشهد أن علي ولي الله أنا هقتلك عشان ما تبقاش فتنة. ما طز بيك يا أخونا، طز بحضرتك، روح نام عند بيتك واسمع أشهد أن علي ولي الله وسكر ودناتك كده. هيجرى لك إيه لو مجموعة من الشيعة عملوا الأذان؟ بس أنا أقول على حاجة بصراحة، أنا نفسي الشيعة المصريين دلوقتي والمتشيعين الموجودين يقولوا إحنا لأ، إحنا هنقعد في حتة واحدة من القاهرة، نجتمع في حتة واحدة من القاهرة كده ونبني مسجدا ويكون مسجد لينا ونؤذن فيه، وأي فرض يحرض عليهم 5 مليون شيعي، 3 مليون، لو مليون واحد منهم أقول لك لأ، إحنا دلوقتي مجموعة دينية موجودة في البلد دي ولازم تحترمونا وغصبا عنكم وهنرفع الأذان، واللي يزعل خليه يخبط راسه في الحيطة. عندنا اتصال، مين معانا؟ ياسر من المنيا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ياسر؟ ازيك يا حاج فايز، عامل ايه؟ الحمد لله. فطرت ولا لسه؟ كل سنة وانت طيب يا حاج. وانت طيب، فطرت ولا لسه؟ لا الحمد لله فطرنا يا حاج، الحمد لله. انا والله تعبان مع ابني، والله مش عارف اصنعه خالص بالتشيع على فكرة، فهو عايز يتدخل معاك يعني، فممكن؟ اه قوي 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 قوي. طب هو هيتدخل مع حضرتك اهو يا فندم. اتفضل. اسمه ايه؟ ممكن اعرف اسمه ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معايا؟ عمرو معاك يا استاذ. عمرو. ازيك يا عمرو؟ ازي حضرتك، عامل ايه؟ الله يخليك، اتفضل يا عمرو. بص يا استاذ فايز، انا حضرتك الحلقه اللي فاتت انا كنت اتفرج مع والدي عادي، كنت شايف حضرتك عادي بتتكلم تمام وكل حاجه ماشيه تمام يعني، ماشي انا مش معارض مع اي كلمه انت بتقولها، بس اعتراضي النهارده على حضرتك، انت النهارده يعني بتقول دينكم دين زباله ودينكم دين جنان ودينكم كده، طب حضرتك مين عشان تسب الدين وتلعن وتعمل كده يعني؟ انا نفسي افهم بس مين وكل حضرتك عشان تسب لنا احنا الدين يعني؟ معلش يعني مع احترامي لوجهه نظرك ومع احترامي لمذهبك اللي انت اصلا مقتنع بيه، بس مين حضرتك برضو عشان تسب لنا احنا الدين يعني؟ انت كده ده سد دين على من. طيب يا عمرو بص، انت لو شفت فرد دلوقتي يعبد البقره تقول له دينك دين كويس ولا دين زباله؟ تمام ماشي، بس انا ما اقدرش اسيب اي دين من الاديان اللي نزلها. جاوبني على سؤالي. اي كلمه يا عمرو، جاوبني على سؤال لو سمحت. انت لو شفت فرد يعبد بقره دلوقتي تقول له دينك دين كويس ولا دين زباله؟ مش هسيب الدين
الدين، انا اقدر اتكلم معاه بطريقه حوار ارقى من كده شويه، لكن ما اقدرش اسب الدين حتى لو كان هو يعني لا مؤاخذه في الكلمه، حتى لو كان يهودي انا ما اقدرش اسب الدين، لان ده دين غير ربنا. بص يا اخونا، ما اقدرش اسب له دين واقول له انت دينك دين كذا. بص ربنا في القران تخيل شتم احبار اليهود ورموزهم الدينيه، وشتم الكفار وديانتهم، وقال وكان رسول الله صلى الله عليه واله كان يشتم الكفار ويسبهم ويسب الهتهم، مش بيسب دينهم بس، بيسب الهتهم، تخيل، ويقول دينكم دين زباله. رسول الله صلى الله عليه واله لكن ما بيسبش الدين. مين؟ طيب هو لو شتم الهتهم مش شتم دينهم؟ لو شتم الهتهم مش شتم دينهم يعتبر ده؟ تمام. لا هو ده شتم الهتهم يعني مش شتم دينهم؟ تمام ماشي، دول كانوا جاهليه او طيب كانوا. طيب لا هو لا ما تبررليش، لا يا عمرو ما تبررليش، لا لازم ابرر لك، لازم ابرر لك. هو ما هو دول كانوا جاهليه ايا كان هو، بس شتم دينهم. انت تقول لي ما تشتمش اي دين دلوقتي، تقول لي ما تشتمش اي دين دلوقتي، تقول لي لا دول جاهليه فيجوز شتمهم، مش كده؟ تمام. طيب دلوقتي يعني احنا يجوز شتيم الدين جاهلي، تمام ولا لا يا عم؟ تمام ماشي مع حضرتك. طيب كمل ماشي مع حضرتك. ايوه دلوقتي لا انا عاوز يعني تقول لي كلامي غلط ولا صحيح، اي حته تقول لي لا انا غلطان فيها تقول لي فيها. انا بص انا طيب. انا مع حضرتك سب الدين. انا بص انا اقول لك على حاجه يعني انا بغير على ديني تمام وكل حاجه، بس انا يعني دلوقتي اتعصبت جدا لما حضرتك دلوقتي بتقول بين كل الزباله بين كل الناس، انا اتعصبت من جوايا اتعصبت فاهم يعني. انا معلش انا مش مع اعتراضي، انت كل واحد حسب اقتناعه يعني، انت دي طريقتك وانت مقتنع بيها، وانا دي طريقتي وانا مقتنع بيها، والاختلاف الراي لا يفسد ضد قضيه. معلش انا احنا مختلفين انا وانت، لكن ما تسبليش ديني. طيب بص هقول لك على حاجه. بص طيب انت دلوقتي تؤمن بالله عز وجل وبرسوله وبالقرآن، تمام. طيب ربنا بيقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ده شتم، شتمت رموز الديانة اليهودية. طيب انا دلوقتي انا عاوزك عقلا دلوقتي تكون معايا كده، يعني احنا وصلنا لمرحلة يجوز شتم دين معين وشتم رموزه، انت قلت لي كده عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء بالسنه النبويه. دلوقتي انا عاوز اقول لك على حاجه، في سنن جاهليه للاسف نزلت في الديانه ما تسمى دلوقتي اهل السنه، الديانه البكريه. انا من حقك تكون غضبان انت لما تشوفني بتكلم بالحقيقه دلوقتي واقول دي دين زباله. بص يا اخونا يا عمرو، الدين الذي يقول لا شيء في رضاع الكبير، واحده ست ترضع جارها كده، ده دين؟ الدين الذي يقول بأن الله عز وجل الذي هو نقول نحن في كل صلاة الله أكبر، يقول نحن الله عز وجل يدين ورجلين وحاجات كده ويطلع فوق وينزل تحت ويروح كان هو في السماء وينزل، ده شرك يا أخونا، ده بالفعل دين زبال. الدين الذي يقول يعني بقول لك ايه، يعني زي ما قلت لك فتوى ابو حنيفه يقول لو فرد تجوز امه التي وانجبته واخته وعمته وجدته وخالته عمته كلهم ثمانيه من محارمه اتجوزهم، يقول لك لا في معليش لا حد ولا اي حاجه، مجرد 40 دون ال40 ضربه تعزيريه ويلا ويروح، ولازم يديهم المهر حتى وان دخل بهم مع انه عقد وعالما بالحرمه، المشكله عالما بالحرمه وعالم ان امه، ده دين ايه يا اخونا؟ الدين الذي يقول بان رسول الله صلى الله عليه واله والعياذ بالله كان جاهلا ويكاد ان يذنب فينقذه عمر بن الخطاب اكثر من مره. الدين الذي يقول بان رسول الله صلى الله عليه واله اغتصب طفله وهي عائشه. الدين الذي يقول في فرد عنده 9 نسوان يبقى مصر على مباشرة زوجته التي في حائض. الدين الذي يقول كان النبي الإسلام راجل مسحور إذ يقول الظالمون ما تتبعون إلا رجلا مسحورا. طيب الظالمين يقول تتبعون الدين، بيقول عائشة بتقول كده. الدين الذي يقول أن النبي صلى الله عليه وآله أكتر من مرة كان عاوز ينتحر عشان تأخر عنه الوحي، أي فرد لو كان عاوز ينتحر دلوقتي يودوه دكتور نفساني يقول له تفعالك حاجة، إيه ده؟ ده دين إيه يا أخونا يا عمرو؟
انت لما تقول لي انا لا عفوا اعتذر على الكلمه، انا عارف انت زعلان مني، بس قال لي حاجه لما اقول ده دين زباله، دي قال لي حاجه لما تراجع كتاب البخاري ومسلم هتشوف حاجتين والله حاجات غريبه. اتفضل. طيب بص اقول لك على حاجه، احنا دلوقتي اعتبرنا ان احنا ما نفهمش حاجه واعتبرنا ان احنا متخلفين وكده وكل حاجه. لا لا حشاك 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 يا عم حشاك. انا اعتراضي بس على كلمه دين زباله ودين جنان، انا ده اعتراضي الوحيد. انا اقول لك على حاجه، انا ما عنديش، انا لسه عندي 23 سنه و24 سنه لسه ما تفكرتش في الدين وما اعرفش برضه حاجات كتير، انت يمكن انت تعرف اكتر مني. الشيخ ياسر لما والدي بيجيبه يعني عمري ما شفته الصراحه بيسب لنا او بيسب الدين، يعني بيقول اهل الخلاف، يعني كل اللي بيقول اهل الخلاف. تمام. سؤال تاني بعد اذنك بس يعني ارجو ان انت تطلع. طيب طيب دلوقتي انت دلوقتي لا بس قبل ما نتجه للسؤال الثاني، انت دلوقتي هل دلوقتي انت بعد ما شفت البرامج بتاعتي لما تشوفني انا انتقد الدين ده بكل حده من حقي ولا لا؟ لما اشوف، بص اقول لك على حاجه، دلوقتي انت الديانه السيخيه مثلا او الديانه الهندوسيه مثلا لما تشوفهم يعبدوا البقر ويقتلوا مسلمين عشان شكوا انه عندهم لحم بقري، بتقول عنهم ايه؟ ده دين زباله ولا مش دين زباله؟ طبعا ماشي، بس لا لا طبعا إيه؟ طبعا يعني لا لا طبعا ايه لا 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 يا اخويا يا عم، هي مسيحيه اسلاميه. لا طبعا ايه، طبعا دين زباله ولا طبعا ايه؟ اه ماشي، ما برضه انا ما بحبش اسب الدين، معلش. طيب يعني طيب طيب انت ما بتحبهاش إيه؟ انا يا عمرو انا لا، ما يكونش المنطق هو مزاجي، لا لازم يكون منطق واقعي عندنا، ما يكونش انا ما بحبش ده وانا بحب كده، لا احنا عندنا دين وقانون. دلوقتي الدين تشريع من الله عز وجل، انا ما بحبش الفقره دي من الدين، انا بحب الفقره دي ده حرام. انا قلت لك ربنا عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم، بص اقول لك على حاجه، ربنا بيقول في القران لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. ربنا يقول لك ما بيحبش الجهر بالسوء من القول، الجهر بالسوء من القول يعني يعني الشتيمه، الا من ظلم. انا اتظلمت وانت اتظلمت كمان باتباعك ابو بكر وعمر وهم خدعوك. والله العظيم انت اي فرد متشيع دلوقتي لما يشوفني يقول لي دي ابو الحاج فايز ابو ياسر دلوقتي الشتيمه اللي بيعملها دي حاجه قليله، يستاهلوا اكتر. فاهم عليا؟ طيب السؤال الثاني ايه؟ تمام اتفضل. حضرتك دلوقتي يعني فرضا كده يعني لما القيامه تقوم ان شاء الله وحضرتك واقف بين ايدي ربنا واكتشفت ان انت كل اللي بتعمله ده غلط، يعني ساعتها ردك هيكون ايه واحساسك هيكون ايه لما تكتشف ان انت كل اللي عملته ده غلط؟ انا يعني اتمنى بس رد على السؤال ده. حاضر، بس انا ممكن اعرف ردك انت هيكون ايه لو اكتشفت انه انت على غلط؟ لا ما انا ما تضربش عليا السؤال بسؤال، ارد انت لا انا لا بص يا عمرو، انا دلوقتي انا عاوز اسالك نفس السؤال، لما تجاوبني انا هجاوبك ان شاء الله. انت دلوقتي لو له يوم القيامه قامت وقال لك ربنا في واحد اسمه فايز وابوك جولك وقالوا لك اسمع ده الدين بتاعك غلط دلوقتي، احنا عاوزك تتبع الدين الصح وانت اصريت عشان مزاجك ما كانش جاي، قلت لا مش عارف انا ما بحبش كده واحب كده، ده دين كله يشتم ومش عارف، وقال لك ربنا انت كنت غلطان، هتعمل ايه؟ هيكون ردك ايه لربنا؟ ما انا اقول لك على حاجه، انا لسه من دلوقتي ما سمعتش من الطرفين، يعني انا دلوقتي بسمع منكم وتمام وما شفتش مواجهه بين الطرفين، مواجهه صريحه. طيب عشان لا سيبك من المواجهه يا عمرو، يا عمرو جاوبني على سؤال، هيكون ردك ايه لربنا؟ انا سالتك سؤال يعني انا عاوزك تجاوبني على السؤال بتاعي، هيكون ردك ايه؟ يوم الايام قامت وربنا يسالك انت ما اتبعتش ابوك وصاحبك اللي قال لك وانت تشوف كله كلام مظبوط ما اتبعتوش، هيكون ردك ايه؟ ما اعرفش صراحة، ما اقدرش اجاوب دلوقتي، مش عارف صراحة الاجابه هتكون ايه بصراحه. طيب انا هسالك سؤال، بص انا هقول لك على ايه، انا هجاوب رب ايه لو سالني يوم القيامه قال لي يا فايز انت عملت كده ليه؟ انا هقول لربي، اقول يا رب انا قريت القران
وقريت الكتب والاحاديث والروايات، وانا شفت ان الروايات دي بتذم الناس دول ابو بكر وعمر وعائشه وحفصه وتشتمهم وتلعنهم. فانا اقتداء بهذه الروايات والدين وايمانا بالنبي محمد صلى الله عليه واله والائمه الاطهار من بعدي اقتداء بهما انا اتبعت الدين، لانه الامام الصادق يقول نحن نامر كبارنا وصغارنا بسبهما والبراءه منهما، ابو بكر وعمر. طيب انا دلوقتي ابرأ من ابو بكر وعمر بناء على هذه الروايه. يمكن حضرتك وهناك غلط. ممكن اكمل كلامي يا عمرو؟ يمكن حضرتك غلط والروايه بتاعتك غلط. يا عمرو ممكن اكمل كلامي؟ ممكن؟ طبعا. انا امتثالا لهذه الروايات اعمل كده. ورسول الله صلى الله عليه واله قال من، يعني مضمون كلامه قال يعني من احب فردا لله عز وجل وكره فردا لله فهو ماجور. انا يعني باجتهادي كده لربنا، مش 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 كده مزاجي، لا انا قريت وتعلمته كده، في الله كرهت فرد معين انا ماجور، مع انه ممكن يكون الفرد ده من اهل الجنه، وفرد انا حبيته لله وفي الله انا هكون ماجور عشان لربنا انا. طيب انت بتقول لي ممكن تكون الروايه غلط، دلوقتي لو انت شككت في الروايات دلوقتي هتبقى مصيبه. انا هقول لك ممكن الكتاب البخاري بتاعك كله يكون غلط والدين بتاعك كله يكون غلط، هيكون ردك ايه؟ انت لو تقول لي لا مش عارف مين، انا هجاوبك نفس الجواب. فاهم عليا؟ طيب انا بس اسالك سؤال يا عمرو لو سمحت، ممكن؟ عمرو يا عمرو ايوه انا اسالك سؤال. لو انت دلوقتي نتخيل انت اتخلقت او ولدت في زمن الامام علي بن ابي طالب، وكانت حرب الجمل عائشه هنا وطلحه والزبير هنا وعلي بن ابي طالب من هنا، هتكون في الحرب دي مع مين؟ مع عائشه ولا مع الامام علي بن ابي طالب؟ انا اكون مع الحق. طيب انا مع الحق دي كلمه عامه، هتكون مع مين؟ مع عائشة ولا مع علي بن أبي طالب؟ أكيد هبقى مع سيدنا علي. طيب تشيل السيف وتحارب أم المؤمنين عائشة اللي تسموها أم المؤمنين أنتوا؟ لا أم المؤمنين خديجة. إيه؟ السيدة خديجة. خديجة مين؟ لا مش خديجة، خديجة عليه السلام توفيت قبل حرب الجمل بعشرات السنين. بس لا أنا بسألك دلوقتي، أنت بتشيل السيف وتحارب عائشة ولا لا؟ أنا هحارب مع سيدنا علي أكيد. طيب هتحارب مع علي بن أبي طالب، يعني تحارب عائشة وطلحة والزبير دلوقتي لو كنت كانوا قدامك ممكن تقتلهم صحيح ولا لا؟ تمام. طيب دلوقتي انت شيعي، دلوقتي انت تشيعت، يعني اي فرد دلوقتي يتبع علي بن ابي طالب، علي بن ابي طالب مع الحق، علي قال رسول الله صلى الله عليه واله علي مع الحق والحق مع علي. دلوقتي انا او علي بن ابي طالب شتم عثمان بن عفان بالروايات موجوده الى ان قام ثالث القوم، الروايه بتقول كده، الى ان قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه. معناها ايه؟ معناها الى ان قام عثمان بن عفان فاتح رجليه كده بين العلف بتاعه والروت بتاعه والخرق والمدفوع بتاعه. فاهم عليا؟ دي مش شتيمه ولا مش شتيمه؟ سامعني يا عمرو؟ عمرو الو سامعني؟ يا عمرو اسمعني من التليفون، ما اسمعنيش من التلفزيون ارجوك يا عمرو. بص لا انا بعيد عن التلفزيون خالص. طيب فعلي بن ابي طالب عليه السلام شتم عثمان بن عفان وقال فاتح رجليه كده بين الروت بتاعه والخرق والمدفوع بتاعه والعلف بتاعه. بص دي شتيمه لعثمان، يعني يدعوك الى البراءه من عثمان وابو بكر وعمر. فانا يا عمرو انا نفسي دلوقتي انت لو عندك اي سؤال حول موضوع التشيع، سيبك من موضوع الشتيمه وانتوا تشتموا ليه، حول موضوع الولايه دلوقتي انا اكلمك. انتوا دلوقتي تتبرؤوا من ابو بكر وعمر، وانا وريتك وكل حلقه بوري انه ما هو ما فعل ابو بكر وعمر وعثمان وعائشه وحفصه من جرائم تجاه رسول الله صلى الله عليه واله. انا اقول لك سيبك دلوقتي، شوف القنوات الولائيه وشوف القناه بتاعتنا تتكلم عن ولايه علي بن ابي طالب وتكون عن فضائل علي بن ابي طالب، بتقول ايه؟ اسمع
اسمع ايه فضيلته وايه افضليه علي بن ابي طالب. فاهم علي يا عمرو؟ تمام. ايوه دلوقتي انا عاوزك تتشيع ان شاء الله. دلوقتي يعني مفيش اي اشكال عندك، الدين ده خطا اللي تتبعه انت دلوقتي. دلوقتي انت كم مره رحت صليت التراويح؟ من اول شهر رمضان لحد دلوقتي. يعني كذا مرة بس عشان كنت منشغل في الامتحانات وكده، عشان عندنا امتحانات طيب. دلوقتي بص انت دلوقتي لما رحت صليت التراويح دي انت مش عشان الاجر من الله عز وجل؟ اكيد طبعا. طيب بص انت دلوقتي لما رحت صليت التراويح انت ما حصلتش لا اجر ولا اي حاجة، بالعكس حصلت اسم. ازاي؟ عشان عمر ابتدع صلاة التراويح دي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة التراويح، نهى عن صلاة التراويح. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما نهى عن صلاة التراويح يجب أن تمتثل، أو نهى عن صلاة النافلة جماعة يجب أن تمتثل إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب جمع الناس على صلاة التراويح دي جماعة، وقال نعم البدعة هذه، أو قال نعم البدعة هذه. هي بدعة، نعم البدعة إزاي؟ كل بدعة ظلال وكل ظلال في النار، الروايات اللي تروها أنتوا في البدعة وحرمة البدعة. هي بدعة، بدعة كويسة ازاي؟ زي ما بقول لك دلوقتي انا عندي لحم خنزير حلال، في لحم خنزير حلال بالاصل، ما هو الخنزير حرام، اذبحه على الطريقة الاسلامية وعلى الطريقة مش عارف الامريكية، مفيش، هو لحم الخنزير حرام، بدعة باطلة، خنزير مفيش خنزير حلال مذبوح على الطريقة الاسلامية. فاهم عليا يا عمرو؟ تمام. طيب البدعة دلوقتي غلط، انا اقول لك سيب البدعة، سيبك من صلاة التراويح. بعد ما كلمتك انا دلوقتي هتصلي صلاه التراويح ولا هتصر عليها؟ والله انا بص يا شيخ، انا بعمل الحاجه اللي انا مقتنع بيها. انا مقتنع الحاجه دي لربنا، يعني الصلاه دي لربنا، فخلاص انا مقتنع بيها فاعملها. بس طيب انت مقتنع بيها، قناعتك غلط يا عمرو. صلاه التراويح دي لحد بتصليها انت دلوقتي صلاه غلط. رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. عمر بن الخطاب قال بدع، صلاه بدعيه، تصليها ازاي؟ مش عارف والله، عشان انا مقتنع ومزاجي كده. الدين مش مزاج، لا يصاب الدين بالعقول، مش حاجه مزاج. ايه؟ الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اخي ياسر، انا والد حاج فايز. يا حاج ياسر، انا ابوه. والله يا حاج احنا دايما في نقاش ودايما في جد مع بعض، وفي ربنا ان شاء الله يتشيع زي كده ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، على ايدك ان شاء الله، وهيتصل وهيتشيع. ابنك عمرو هو انسان طيب ومثقف ومتفتح، وربنا هيهديه ان شاء الله بالقريب العاجل ان شاء الله، بس خليه يرى الكتب ان شاء الله. اشكرك جدا يا ياسر على اتصالك، واشكر الاخ عمرو. ان شاء الله احنا طولنا عليكم يعني. اشكرك جدا. لا ما فيش يعني اي مانع، انا الحلقه كلها مستعد افضل اتناقش مع ياسر، مع ابنك عمرو ان شاء الله لحد ما ينتهي، وان شاء الله حد ما يهتدي. شغلتي انا، ومهم عندي ان عندي انا ان فرد يتشع وينقذه من النار ان شاء الله، وربنا يهديه ان شاء الله. اشكرك جدا يا ياسر، واحنا وصلنا للاسف شديد لنهايه الحلقه، وان شاء الله هنشوفكم. لو كان العيد يوم الجمعه، مش ممكن الجمعه والسبت، هنشوفكم ان شاء الله في الايام المقبله. الى ذلك الحين استودعكم الله من هنا من مسجد المحسن الشهيد في ارض فدك الصغرى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في امان الله.